تاريخ هذه المخطوطة، وهو عبارة عن مصحف أو ثلاثة مصاحف من القرآن الكريم، يعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. بعض اللجان المتخصصة خصوصا في عهد النظام السابق وجدنا لهم تقرير مفصل أن هذا المصحف يعود إلى نهاية القرن الأول الهجري، ومنسوب بخط الإمام علي بن الحسين زي العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المخطوطة هي بالأصل تعود لمقتنيات وتملك الشاه فتح علي شاه القاجاري، وقام هو بإهدائها ووقفها على خزانة العتبة العباسية المقدسة حين تشرفه بالزيارة. أصل المخطوطة هي من الرق، رق الغزال، هو مكتوب بقلم الشنجرف وهو باللون الأسود، ولكن نقط بعد ذلك لقضية الإعراب وكذلك بيان الوقف وبيان بعض القضايا التي تخص قراءة الآيات الشريفة. أن المصاحف تحفظ ببيئة خاصة من درجات الحرارة والرطوبة وكذلك الفحص الدوري خوفاً من وجود القوارض، فلا بد من الحفاظ عليها في حصينة، وهذه الحصينة الحمد لله متوفرة فيها جميع العوامل التي تؤدي للحفاظ على هكذا أوراق. مركز الفضل لترميم المخطوطات يتكون من أولاً المختبر البيولوجي، المختبر الكيميائي، المختبر الرطب، أيضاً من الزغرفة، قسم الزغرفة عندنا، وهو مركز متكامل لترميم المخطوطات والنقوش وكذلك الزغارف الإسلامية. خمسة آلاف وثمانمائة مخطوطة من الأصول المخطوطات، طبعاً العدد في زيادة الآن، وصلتنا أعداد ولكن لم يتم إدخالها لهذه السنة لحين الانتهاء من جردها وفهرستها، وبعد ذلك تضاف إلى العدد الكلي إن شاء الله. حقب تاريخية طبعاً متفرقة، بدءاً من القرن الأول الهجري، يعني نهاية القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، إلى ما يقارب حوالي 100 سنة.